كل دول مستنيينك بزكاتك أو صدقتك أو صدقتك الجارية، مستنيينك تمد إيدك تنقذهم. الأسرة دي بنتهم محتاجة عملية قلب، وكل يوم بيعدي في خطر على حياتها. الأسرة دي الأم محتاجة لطرف صناعي عشان تقدر تصرف على أولادها الأيتام. أما هنا رب الأسرة دي محتاج عملية مية بيضة عشان يرجع يشوف ويشتغل ويصرف على بيته. الأسرة دي ابنهم مريض سرطان ومحتاج جلسات كيماوي. شارك بعملية عيون لرب أسرة بقسط شهري 250 جنيه عشان يقدر يشتغل ويصرف على بيته. شارك بجلسات كيماوي بقسط شهري 350 جنيه وانقذ حياة طفل مريض بالسرطان. شارك بطرف صناعي لأم الأيتام بقسط شهري 360 جنيه عشان تقدر تقف وتصرف على أولادها. شارك بإجراء عملية قلب وانقذ حياة طفل بقسط شهري 500 جنيه. خير بالتقسيط، قسط مشاركتك وخد كامل الثواب لنفسك، أو شارك بسهم ب 300 جنيه أو باللي تقدر عليه.